così somati alcun gesto per la vita somati. لحظات طنجة تعيش اليوم لحظة تاريخية من خلال احتضان اليوم العالمي للجاز، اليوم العالمي الذي يحتفل به 30 أبريل. سعداء جدا بأن تكون مدينة طنجة هي المدينة المضيفة لهذا الحدث العالمي من خلال تنظيمه من طرف معهد ليفاندوك وأيضا تحت إشراف منظمة اليونسكو، ما يؤكد مكانة طنجة الدولية باعتبارها طنجة الدولية العالمية. والجميل جدا هو أنها بوابة إفريقيا واعتبارها كأول مدينة إفريقيا تحتضن هذا اليوم العالمي. والأكثر روعة هو الرعاية السامية التي تنظم تحت الرعاية السامية التي تستحق جلالها اليوم العالمي. جميل جدا أيضا هو هذا اللقاء ما بين مختلف الفنانين كبار موسيقى الجاز، وجميل أيضا هو تمازج ما بين موسيقى قناوة وأيضا موسيقى الجاز من خلال حضور الفنان الطنجاوي الكبير سي عبد الله القرد، من خلال تمازج وفيزيون ما بينه وبين موسيقى الجاز من خلال يعني بداية الحفل من خلال فيزيون ما بينه وبين الجاز. فسعداء جدا بهذه الاحتفالية الكبرى وسعداء بافتتاح قصر الثقافة والفنون من خلال هذا الحدث لكي تعتبر مكسب المدينة طنجة وكل الفعاليات الثقافية بالمدينة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.